السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، نمسي عليكم في هذا المساء البارد بالطقس الجوي ولكن ساخن دائما يكون بوجود ضيوفنا وأيضا محللينا دائما يتواجدون ويانا من خلال هذه الساعة ونص الرياضية عبر شاشة تلفزيون الراي في برنامج 18. أخبار الانتقالات باتت شبه مكتملة وأيضا مباراة نهاية القسم الأول والجولة التاسعة إن شاء الله راح نناقشها ونقول جود لك لكاظمة وهارد لك للساحل. بوجود ضيوفنا إن شاء الله اليوم راح نتناقش وياكم على أبرز المسجدات وآخر الأخبار الرياضية، ودائما نذكر في بداية الحلقة علشان يكونون أيضا المشاهدين باستعداد تام بعد المناقشة أيضا الدخول في المحاور الخاصة التابعة لبرنامجنا اليوم، ودائما ننوه بأن هناك محاور نلتزم فيها في الحلقة، وأن كان هناك نقطة معينة ممكن نتناقش فيها نقدر نتناقش فيها داخل الاستديو إن قدرنا أو عندنا وقت زايد نقدر نتطرق لها. أرحب بضيوفي اليوم يميني ويسار الشاشة، هم ضيوف البرنامج ويسارنا محللين البرنامج صايرين بطريقة الكروس، كابتن يوسف الفضلي مدير فريق نادي الساحل، مسي عليك في 18 وحياك الله معنا. الله يحييك أبو تركي، مسي عليك ومسي على الإخوان الموجودين ومسي على الإخوة السادة المشاهدين، إن شاء الله تكون حلقة يستفيد منها المشاهد إن شاء الله. حبيبي مشكور، حياك الله. انا اقول قد لك على الاداء، قد لك بعد 3-0 قد لك، اي قد لك الناس تشوف 3-0 ما ادري شنو اللي صاير في المباراه. طيب نتكلم فيها وقتها. لا متاثر حيل. الله يستر. الله يستر والله. خلينا نتكلم كل شيء له وقته دائما. ارحب بضيفي الثاني كابتن عبد الرحمن البناي لاعب نادي برقان، مسي عليك في 18 وحياك الله ويانا. مساك الله بمثله، يا هلا فيك وهلا والله، حياكم الله. حياك الله. من الجانب الاخر محللين ال 18 دكتور ناصر الفضلي، حياك الله ويانا. اهلا بالتركية، مسي عليك وعلى الكبات الموجودين وعلى السادة المشاهدين، حياك الله. حياك الله. وتارك المخيم هالاجواء هذه وجاي يوم الجمعة. يستاهل البرنامج اول شيء. يستاهل البرنامج، بس عندنا مشكلة في المخيم، لو صار انقلاب والله صار عندنا. اهو شلون؟ الله لا يحفظك. تم عزل مدير الفريق اليوم. وحارس المرمى اليوم اخذ له 4 مهدي وشالوا من الفريق، عزل تماما. فطلع بايع المباراة. حتى عندكم الموضوع؟ كله مراهنات دمرتنا والله. كله مراهنات. يسلمون عليكم كلكم وسلام خاص بروضان صراحه. الله يسلمك. وتشرفون بزيارتكم في اي وقت، ولك دعوه خاصه بروضان ابو تركي والاخوان ان شاء الله. وين مخيمكم؟ في المطلع في سرعه الحجاج طب التخيل. منطقه خطر. بروضان رابعنا ان شاء الله اليوم، نمسي عليك بستايل الكوتش اليوم. الله 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 يحييك يا طبعا انا كل ما تحذفني تلقاني كوتش، مدرب، لاعب، حكم، ترينر. انا حاضر بس انت بردان اليوم. لا انا بس كذي يبيلك تدفى. اي والله جمرة غضة. حياك الله يا برادر. الله يحييكم ويبجيكم ونرحب باخواننا الاعزاء رواد ال 18 وخاصه ابو خالد يوسف الفضلي من زمان ما شفناه، وعميد لاعبي الانديه الكويتيه اخونا ابو خالد، وابو الدكتور طبعا مو غريب علينا. ونرحب منهم خلف الشاشة ونقول لهم هذا المانشيت بمناسبة انطلاق الجولة التاسعة والأخيرة من دوري STC اللي جمعت كاظمة مع الساحل، اللي أقول فيه كاظمة بثوبه الجديد يتحرر من قيود محترفيه وبالثلاثة فاز بجودة لاعبيه والساحل ينشد العودة لماضيه. مانشيتك يتناقض مع اي طبعا العودة لماضيه الماضي القريب والتفاصيل عند ابو يوسف وان شاء الله يطمننا على نادي الساحل. طيب ان شاء الله تكون حلقه مثريه، نحاول كثر ما نقدر طبعا بتوفيق من رب العالمين واجتهادنا ان شاء الله نثري مشاهدينا من خلال نقاطنا الخاصه في برنامجنا اليوم. كاظمه دائما بتقلب خاص، اجواء تعكس الاجواء اللي احنا متعودين عليها، دائما كاظمه مثل الرسم البياني العالي والنازل، ما يعطينا حتى رسم واضح بانه هو واصل الى اين. الساحل اللي ابتدى بدايه جميله، قاعد نشوف تعثرات كثيره خصوصا في المباريات الاخيره، راح نتكلم عن المباراه، وايضا مع هذه الاجواء وفتره الانتقالات الشتويه هناك مباريات او عفوا هناك انتقالات خاصه ببعض اللاعبين اللي سمعنا عنها من امس واول امس واللي قبله، وايضا في انديه للحين ما وضحت معاهم الصوره، راح نتكلم عن هذه الامور بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي حلقتنا اليوم ونتكلم عن مباراة الساحل وكاظمة. انتهت هذه المباراة بفوز وبجدارة لنادي كاظمة بثلاثية مقابل لا شيء،
لكن عندنا ضيف هني يقول خلكم من النتيجة، أبي أتكلم بشغلة المشاهد يفرح فيها بالنتيجة، لكن في تفاصيل أخرى يبي يتكلم فيها. خلونا نشوف ملخص هذه المباراة وبعدين نشوف الفضلي شنو اللي يقصده. جزاء لكاظم برونو، جول. الهدف الاول يسجل. ثاني وعلى العموم هذه كره حلوه ملعوبه كاظم، يا سلام عبد الله شرهان، رايه 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 رايه، لو مخر عنها يا برونو، كره رايحه للمرمى هي اساسا، لكن التسلل على برونو. لا في الدقيقه 11 من الشوط الثاني، الدقيقة 11 من الشوط الثاني، نعم صحيح أن كان هناك إشارة من محمد إشكناني. صيدها برونو، بلعبها حلوة خطيرة، هو والجول، خلاص أنهاها البديل عمر لحبيتن. بعد ما شفنا الملخص أبو خالد، نبي نتكلم عن الساحل. الساحل في بداية هذا الموسم قدم مباريات كبيرة، نستذكر مع بعض في الجولة الثالثة والرابعة تعادل مع القادسية، فاز على العربي، ولكن النتائج الأخيرة 3 هزائم وتعادلين للساحل. شو اللي قاعد يصير معاكم؟ بالبداية أنت لما تكون تتكلم على إمكانيات النادي، أنت لما تطلع معسكر بداية الموسم قبل الموسم يبلش الموسم، أنت تكون جاهز وتقدر تقارع الفرق الثانية. صارت الإيقاف عندنا كأس الخليج، وقبلها كان في الأولمبي، صار الإيقاف عندنا في أندية تقدر تطلع إمكانياتها زينة تطلع معسكر، إحنا ما قدرنا نطلع معسكر على إمكانيات النادي مثل ما قلت لك. فهني بدأ القاب شوي، بدأ صار في فرق بين مثل نادي صاعد من درجة الأولى مع الأندية الثانية اللي عندها خبرة في الدوري وعارفين طريقة اللعب، عارفين نفس المباريات. هذا الضغط واللاعبين اللي بعدين، انا لما اقول لك تكلم الكابتن يوسف ترى اللي طلع كابتن فريقي 96 طلع معسكر بس نادي الكويت الوحيد. ايش ما شلون بس نادي الكويت حتى درجه ولا طالعين معسكر، الجهاره طالع معسكر، تكلم معانا بس بتركيا، النصر طالع، النصر طالع معسكر معانا بتركيا، كاظم طالع معسكر رايح صربيا دوره الخليج. لا لا انت مضيع بفرضان. لا لا الا انت اليوم مشطط. ايه مشطط اليوم، ايش عندك؟ خله يقول يا مشطط مشطط. الحين تبي تتكلم على الاشتطاط ولا على نتكلم في خالد؟ انا ماني متكلم على الحين بتفاصيل المباراه، انا قاعد اتكلم على المباراه. لازم تحطون لقطات ثانيه غير هذه الاعاده، وهذا لازم يصير في دروب. بعدين خبره اللاعبين، انا عندي لاعبين قلت لك انا كابتن فريقي مال 96، اليوم عندي فهد الجوي لاعب مواليد 2001، تحتاج الخبره. الدوري الممتاز مو نفس الدرجه الاولى، تحتاج الخبره ونفس المباريات. هذا شوي اثر على لاعبين، ما اقول ما اثر، اثر لاعبين. وخالد هذه الحين احنا قاعد نسمع منك نظره الاستسلام، يعني لاعبينكم مستسلمين بالملعب وانتم كاداره الحين لا، انت تقول لي على مستسلمين برا الملعب. لا لا، على الدروب اللي صار تقول انت خلال المباريات اللي طافت اللي تعادلنا فيها كنا نستحق الفوز مع الشباب وظلمنا الحكم. ايه بلنتي لنا حسبها تمثيل، والمحللين كلهم قالوا بلنتي، هذه تعادلنا فيها 0-0. اللي قبلها مع اليرموك احنا ضعنا مباريات، المباراه احنا كنا اقرب للفوز حتى اليوم، واليوم احنا كنا هم بعد ثلاث انفرادات صريحه قدام الجول ما حطوا. هذا قاعد اقول لك انا خبره اللاعبين، عندي لاعبين صغار حتى المحترفين، انا صغار، انا عندي تي تي، هذا تي تي تقول ترى مواليد 2000 محترف من الجواز 2000 صدق شذ ما ادري بس 2000 بس محترف يا ابو خالد. ايش قاعد اقول لك انا؟ اكلمك على عمر، مو معقول تتكلم محترف تقول لي صغير والله. لا لا انا بشكل عام اقول لك اللاعبين صغار ومن ضمن المحترفين، حتى حسين المحترف حسين صغير، لاعبين صغار، بس هذول انا ما لهم يعني، ما اقول والله ان هذول ما لعبوا زين ان محترفين، لا لا بالعكس هذول شيء ثاني. اكلمك انا لاعبيني، لاعبيني كلهم صغار، مواليد 96 97 98 محسن العجمي، فهذا نفس المباريات وممتاز، هذا اللي فرق معاهم نفس. طيب. ولا لا قد يقدمون مباراه ترى كلها زينه، لكن الحظ سوء طال. بس الحظ انت تقول؟ انا اقول الحظ. ابو رضوان شنو اللي قاعد يصير مع الساحل؟ يعني بدايه ممتازه ممتازه نعم، ولكن الانحدار الحاد جدا اللي حصل بمستوى الساحل
وبالنتائج اللي قاعد تحصل يعني. وهذا ما يؤكد انا سبق قبل الانحدار، مو انحدار، تعادلنا مع اليرموك، تعادلنا مع الشباب اخر مباراه، ترى ما في مو انحدار عاد، انحدار تعادل 18 جول بتسع جولات. الاقوال كلمك على نتيجه المباريات، انا كلمك اخر مباراتين في الدوري زين، تعادلت مع اليرموك، تعادلت مع الشباب. الاهداف هي اللي تعطي، انت راضي على المستوى على كلامك الحين؟ مستوى جدا راضي عليه، بس ما في حظ، انا اقول لك حظ، ما حالف الحظ في كذا مباراه، المفروض احنا اقرب الفوز. نسمع الراي الاخر، ممكن بروضان لا طريقه او راي اخر باللي قاعد تقوله. سبق وان تطرقت وقلت على انديه الساحل والشباب والنصر، خاصة هذيل اللي ما اختير منهم تضامن، والتضامن هذيل اللي مو ما لا طبعا انا خصيت الساحل والشباب لانهم كانوا مقدمين مستويات ومستويات لافتة للنظر صراحة. اللي اثر عليهم انا اقول لك عدم اختيار اي لاعب منهم للمنتخب. ايش دعوة يا برو؟ اسمع انا بقول لك، لان هذا ياتي بعمليه سلبيه على اللاعبين، يقول لك انا اتشرف اني انا امثل المنتخب وقدمت مستويات وما اروح للمنتخب، هذه من احد العوامل طبعا. بس اذا نظرنا يعني اليوم خسر الساحل عشان والله لاعبينه ما اخذوهم المنتخب، لا هذه احد الاسباب. اليوم انا اعزيها الى غربله التشكيله من المدرب الوطني ابو فهد عبد الرحمن. اليوم نجومه اللي كانوا احدهم علي الظفيري المتالق في الباك اليمين ومن افضل اللاعبين، وكنت انا انادي فيه الانضمام للمنتخب، ما شارك الا اخر شيء. محمد جمال العتيبي من افضل اللاعبين ما شارك اليوم، ليش؟ هذا يعود الى 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 المدرب الفريق وظروف نادي الساحل اللي ما اعلم عنها. بالاضافه الى كان الساحل يتمتع بالشوط الثاني بمعدل لياقي يفوق اي نادي يلعب ضده، وكان يتفوق في الشوط الثاني. اليوم شفنا الساحل المعدل اللياقي في الشوط الثاني انخفض تدريجيا وسيطر كاظم على المباراه. واليوم صراحه الساحل قدم نوعا ما بعض اللمحات، ولكن كانت تنقصها اللمسه الاخيره، لمسه الهدف. ولو متفوق محمد جمال بالكره هذه اللي صدها على اشراق نجم الحراسه في نادي كاظمه، كان تغير وجه المباراه صراحه والعوده للمباراه. وايضا تيتي اضاع وسينيو اضاع، ولكن ومحسن العجمي اضاع في بدايه المباراه، ولكن مو الساحل اللي عرفنا. والله يا ابو رضوان احنا بنقول لو 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 النتيجه انتهى 3-0. نعم احنا ما نقول لو، احنا نقول النتيجه طلعت لنا 3-0. بس كان يعني ينقصها نوع من التوفيق والحظ. هذه داخل السته، هذا اللي حكي لك عنها انا، كره محمد جمال وكره سينيو داخل خط السته اضاعوها. وان شاء الله ليش ما اقول العكس تالق علي شراغ لا لان علي شراغ في هذه اللحظه ما كان له اي حول او قوه، شاتها فيه او اشبهها بنفس كره المحترف الليبي السانوسي لما تصدى لها فيها رده فعل حميد فيها رد طيب رد نسمع راي ابو فهد يحسب له انه وقف في المكان المناسب. لا بس تتكلم على الظفيري، ما لعب اليوم الظفيري من اميز اللاعبين. نعم. وتو صاعد من فرق 20 السنه هذه مواليد 98، ولاعب ممتاز ولاعب ما يختلف عليه اثنين انه لاعب مو سهل، لاعب ممتاز. اليوم ما لعب مو جاهز انه يلعب مباراه كامله 95 دقيقه، فالمدرب شاف انه يريح. اليوم بخصوص محمد جمال لاعب مهاجم، انا شلون المدرب يلعب محمد جمال؟ هل يلعب شيل تيتي ويلعب محمد جمال؟ هم بعد هذا محترف، محمد جمال مساند على حسب النتيجة، مثل ما يعني احنا فايزين ممكن بنتيجة فرق يلعب محمد جمال، خسرانين نلعب محمد جمال. محمد جمال ما يختلف على اثنين، لاعب ضموه منتخب الرديف ولاعب ممتاز ومميز واكثر لاعبين عندنا مميزين، لكن مثل ما قال عايد رضان كابتن عايد، نحتاج دعم، مو دعم مادي، لا دعم معنوي من المنتخب. نعم صح، لاعبين مميزين ولاعبين صغار 96 وكابتن 96، انت متى تبني فريق كمنتخب؟ لمتى يعني احنا كذي؟ اخذ لاعبين صغار عشان لاعب انديه خارجيه في لاعبين مميزين. نادي الساحل انا شبهه بنادي الارسنال، لو اجيب لاعبين اقدر اقول لو اجيب لاعبين من برا كلهم اخذ دوري. اللي ابو خالد قاعد تقول اعذار، مو اعذار، انا كلمك حقائق ما كلمك اعذار. عندي لو اذكر لك لاعبين يعني انا ضد كلام رضوان، انا اعتبر قاسية كلام الكويت كل ما اخذوا لاعبين انت تأيده؟ اي اللي قاله تو باي جزئيه؟ اي دبل انه ما اخذوا، مظلوم عندي لاعبين مظلومين ما راح منتخب. لا انا الحين انا بي اتناقش وياكم يا جماعه، خسر الساحل 3-0 والله ليش مو رايح؟ لا هذا شيء ثاني، اكلمك على النقطه اللي قالها ابو رضوان ان اللاعبين ما يستحقون منتخب، لا يستحقون، عندي لاعبين
يستحقون منتخب لاعبين صغار. متى بتبني فريق؟ متى بتبني فريق منتخب؟ هذا مو احد اسباب خسارتكم. مو احد الاسباب. هذا اللي انا بيوصل لك كابتن عبد الرحمن. انا بيكم جزئيه ثانيه. كاظم اليوم قدم اداء ممتاز ورائع جدا، انتهى بنتيجه مباراه فاز وخذاها بثلاثيه. كاظم اليوم يقدم مستوى جدا رائع في هذه المباراه، لكن كاظم خلال الثلاث مواسم اللي طافت عادي جدا فقط في هذا الفريق يقدم مستوى عالي جدا في مباراه ومستوى مغاير حق اللي قدمه يتعادل مع فريق عادي في مباراه ثانيه. شنو السر بعدم ثبات نادي كاظم خلال الثلاث مواسم او الثلاث سنوات اللي طافت؟ هذه ويعني تراكمات، هذه مو ما اقدر اقول اليوم مثلا هذا السبب يبين، تراكمات مثل السنين اللي طافت. ايش معنى مع كاظم؟ هذا اللي اقصده. انت شلون تشوف كاظم؟ مع كاظم ممكن الاداره تكون لها دور، اللاعبين لهم دور، الجهاز الفني، احنا كل سنه في جهاز فني، كل سنه في جهاز اداري محترفين، ما في اخلوا صايدينهم محترفين هم اليوم، زاد المحترفين يعني اليوم انت لعبت اليوم انا يعني اول مره اشوف كاظمه بهالالتزام. نعم. اول مره اشوف التنظيم الدفاعي هذا اللي اشوف ناصر الفرج يدافع. يا سلام. اول مره. نعم. شبيب الخالدي لعب اليوم افضل لعبه يمكن لعب بالدوري انا وجهه نظري، مع انه ما سجل. ايه مع انه ما سجل لكن لعب بالمركز رقم 10 المهاجم الثاني، يعني لاعب حر يدافع يصنع، يعني بصراحه من زمان ما شفت النادي كاظم بهالمستوى وبهالالتزام. انت رجعت حمد حربي قلب دفاع، ما في مشكله، بس لعبت ناصر لوهيب اللي كنت تلعبه انت ولا مستفيد منه باك شمال، لعبت اليوم نص الملعب، اليوم قاعد تشوفه تستلم كره ويلعب ويغير ومرتاح. لعبت قدامه اثنين، لعبت اربعه يعني ميولهم هجوم، احسن محترفكم اللي هذا المتين المشى بالضبط. هي هي بالضبط. أنا يعني ممكن العموم يشوف هذا. فان اليوم لعبت كل واحد مكانه، عبد الله الظفيري انت استفدت منه بالجانب اليسار وكانت اخطر الهجمات بالجانب اليسار. نعم. واستفدت منه بلنتي، يعني ليش انت ما تبدي بهالتشكيله؟ ليش انت ما مثلا اليوم اللاعبين الشباب يعني طبعا هذا شيء افرحني. نعم. الصراحه لعب ثلاثة، اثنين من تحت 20، واحد يلعب بالمنتخب اللي هو الشرهان والجزاف والهزيم، ثلاثة نجوم اليوم، يعني هالشيء هذا مفرح والله. لو تشوفهم لي قدام مش كثر يعطونك هذا اذا اكتسبوا خبرة من الحين. ممتاز. انا في جزئية انا بس نسيت اباركك كامل، يعني تفوق اللاعبين الصغار هذه راح اتطرق لها ومشاركتهم في المباريات خصوصا في الدوري راح اتطرق لها، لكن ابي اسمع راي بو بندر بشكل عام عن مباراة اليوم، وأيضا يعني أنت سمعت رأي طرفين، سمعت أن نتيجة مباراة كبيرة، نادي كاظم قدم، ما حالف الحظ، بروضان أيده بو خالد بأن عدم تواجدنا مع المنتخب يؤثر على نتيجة المباراة، هذه الجزئيات تقدر تتطرق لها برأيك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طبعا احنا وصلنا، سألتك أربع أسئلة عادي. لا ما عليه. وصلنا نهاية القسم الأول، انت هنا عاد تفرق فرق الخبره وفرق لاعبي المنتخب والامكانيات والدعم الموجود يفرق على الانديه الثانيه، هذا امر طبيعي. يعني في بدايه الموسم شفنا الساحل تعادل مع القادسيه مع العربي، فاز لا فاز على العربي. ايه. لكن الحين خلاص الفرق الكبيره لا يمكن تضحي في اي نقطه، ويعني خلاص مثل ما قال برضان، نعم انا ايده تمام، ظلم لاعبين الفرق الغير جماهيريه. ايه. عدم انضمام المنتخب هذا يسبب انتكاسه على المستوى الفني للاعب، نفسيا اصلا ما له خلق. يعني يقول لك انا منتخب ما قاعد يضمني وانا قاعد استحق بطولات، مو قاعد اخذ دعم، ما في ايش حق العب، شو الحافز؟ شو ما في حافز؟ بعضهم قاعد يؤدي، والحين ترى قاعد نسمع وين فلان، قال لك والله فلان مسافر. هي. اللي عنده دراسه واللي مسافر مع اهله واللي ما ادري شنو، اصلا حتى التزام ما في، وهذه تحملون الاتحاد فوق هذا حكام بعد ضدنا احنا. لا لا لا، الحكام مو ضدك رجاء، الحكم اليوم والله سعد اداء بالعكس نجم المباراه الاول، الحكم الحكم سعد ممتاز، ما قلت شيء. انا كنت بكلمك على اللقطه هذه، لقطه البلنتي المفروض انه يرجع يشوفها. انا افصل لك فيها، قال المفروض انت قلت حسيت بلنتي، الفار كلموك، المفروض الفار، انا عاتب الفار، الفار تعال يا سعد شوفها، بس اكد قرار الحكم ما عليه برضان. بس المباراه هذه اتكلم عن المباراه الطافت كذا، انا اتكلم عن جزئيه اللقطات التحكيميه، خصوصا انه في رايين بهالموضوع. نعم. اخر نقطه لي لا بس دائما توضيح لخالد، الحكم ما يرجع الفار، صار اختلاف مع حكم الفار وحكم الساحه، هني يرجع يشوف على راحته، لكن اذا كان الراي واحد لا ما يرجع. صح. خلاص يتخذ القرار حق الحكم يا ابو بن. لا لا، عن نقطه الفار بس انا اتكلم،
لكن كاظم يفوق الساحب الامكانيات باللاعبين، حتى اللاعبين المحترفين غيروهم كاظم. نعم. اللاعبين الصغار اللي بكاظم من افضل نعم. المواهب اللي قاعد يقدمونها. نعم. لاعبين عندهم جوده، عندهم كواليتي. اليوم قاعد اشوف حتى لمسه الباص، طريقه التاسيس للاعب صح، فاجئوني الصراحه انا التاسيس للاعب صح. نعم. بالتالي راح يعطيك الفريق الاول. كاظم المفروض يعطي فرصه للاعبين الشاب، خلاص يعني عندك 7 إلى 8 لاعبين صار لهم 10 مواسم فريق الاول ما حققوا لك اي بطوله، اقول لهم يعطيكم العافيه، يعطي فرصه للشباب. انا الدوري الحين فرق نقطه على المتصدر، استمر على نفس التشكيله، على نفس الاداء، على نفس الاسلوب. انا يا بنياك المفروض الجهاز الاداري وهم طبعا لاعبين دوليين، مو كل مباراه قاعد يغير بالتشكيله، مو كل مباراه قاعد يغير لي بطريقه اللعب. خلاص انت استمرت في سيستم معين، كمل لنهايه المشوار والنتيجه ناقشك عقب نهايه الدوري. نعم. اما اذا كل مباراه تشكيله وكل مباراه محترفين وكل مباراه طريقه لعب، كاظم ما راح يحقق اي شيء، فبالتالي طيب. لازم يحافظ على طيب ابو تركي بس هالجزئيه. والله وياك بكل الجزئيات. حلو. انا بتكلم عن نقطه تطرق لها وتطرقت لها بخصوص مشاركه اللاعبين الصغار. نعم. كاني اطلع من محور مباراه كاظم والساحل واتكلم عن موضوع ثاني ونرجع فيه. بالعكس هذا العربي بالموضوع كل الانتاجين شفنا بالعربي نعم. تواجد لاعبين الصغار وهم الافضل تالقهم وهم الافضل. شفنا السالميه بوجود لاعبين صغار وتالقهم. يا سلام عليك. القلاف وغيره من اللاعبين الفنيني مبارك الفنيني، هذول اللاعبين حصلوا فرصة وأدوا مباراة ممتازة. نعم. شفنا اليوم كاظمة نعم. أصغر لاعب عندهم بالفريق الأول 18 سنة عمره. نعم. يلعب عبد الرحمن الشرهان. الشرهان. نعم. الشرهان. هذا التألق اللي قاعد نشوفه، ليش ما نعطي ثقة أكبر من المدربين؟ ليش ما يكون في جرأة أكبر من المدربين أن ينزلون هذين اللاعبين الصغار اللي قاعد يأدون؟ والله ما نبي نحلف بزيادة، لكن افضل من تجيب محترف تشوف اداءه ما تستفيد منه اصلا. بعد ايش بعد ما فات القطار بالنسبه لكاظمه، انا اشوفه حتى لو كاظمه الحين الا ممكن ان راح ينافس، ولكن شوف اليوم كاظمه استغنى عن 3 محترفين، ساداتي وساندرو وفيليبي، هذول كانوا يسوون كوارث في نادي السالميه، واحد منهم يسوي 3 بلنتيات متتاليه وبلنتيات يعني لاعبين ناشئين ما يسوونها، وتواجد منه الجزاف والشرهان والهزيم، وكان عندهم واحد اسمه بعد محمد الفهد وعبد الله الفهد. هذيل يلعبون تحت دوري تحت 20، منافسين لنادي الكويت تحت 20. دش لي بنقطتك هذه. اليوم لما اشركهم شفنا كاظمه الكره الشامله، جزءا من الكره الشامله اللي كان يتمتع فيها نادي كاظمه واسلوب ممتع. نعم. وترى سجلوا 3 واضاعوا. شفنا العربي بالروح اللي احنا نعرفها. نعم. والعربي عقب السالمية بتألق رائع. نعم. هذا اللي انا اقصده. بعد خروج افضل 2 بالسالمية، عدي الصيفي وعدي الدباق، والعربي برحيل محترفيه اللي ما انزل الله بهم من سلطان، عطوا فرصة، ثقوا بالشباب الصغار يعطونكم. وانا اوجه رسالة لنادي القادسية ولنادي الكويت، لازم تعطون فرصة للشباب الصغار اللي راح ينهضون بالفريق. ممتاز. وسياسة الإحلال لازم أن تكون موجودة، وهذا اليوم كاظمة خير مثال، 3 لاعبين من تحت 19 غيروا لك وجه. طيب. نادي كاظمة. أسمع رأيك كابتن عبد الرحمن. كابتن عبد الرحمن يعني لاعبين بالناشئين أو فريق 20 أقدر أقول. نعم. 17 سنة 18 سنة. صحيح. شنو المشكلة أو وين الخلل بمشاركتهم؟ هل يحتاج هذا قرار مدرب، قرار إداري؟ لا ما فيها مشكلة، هذه بالعكس هذا دعم حقهم، حق اللاعب نفسه، حق الفريق الأول. نعم. راح يستفيدون الاثنين، بس يكون الوقت المناسب. يعني اليوم مثل الوقت المناسب انه ضد فريق الساحل وكانوا كل اللاعبين بس هذا اللي هو عبد الله الشرهان. ابو فهد انا اقصد ليش اشوف عبد الرحمن يتخوف من انه يلعب لاعب صغير؟ لا ما فيها خوف. انا ما في بيرجعون بيجيبون لاعبين محترفين كاظمه بيرد يقطونهم. لما تشوف انت لما تشوفه بالتمرين قاعد يعطي، لما تحضر المباراه انت مثلا تحت 20. شنو 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 من اسباب، انا خل ما ابي ادش بالنوايا، من اسباب يعني بونياك اليوم ليش لعب اللاعبين الصغار؟ انت قول لي. لانه شنو اعتقد في النتائج يعني لا مستوى اللاعبين مشتت محترفين لعبهم. لا هذه النقطه انا كنت بقولها حق لما تتكلم عن محمد جمال قال انا قط محترف ولعب محمد جمال، وتقول بعدين انت ما ياخذونهم منتخب. انا بنزل محمد جمال، انا شفت في خطوره على نادي كاظم للامانه، شفت في هجمه اللي هجمه خطره من اخطر الهجمات اللي شالهم تالق اليوم على الشراغ. نعم. اي والله. فلا انا معاهم، بس يكون الوقت المناسب، واثنين ما يكون يعني في كل مباراه
انا ارفع بالاعلام حق اللاعب الصغير. نعم. يعني ارفع في الحين احنا في عالم السوشيال ميديا، يعني باي وقت باي لحظه انا حتى لو اسوي يعني حركه واحده ممكن انا اثير فيها شارع، يعني حركه مثلا حركه حلوه مهاره اللي هو، بس ما اختار الوقت المناسب اللي اكتب عنه، أو اكتب عنه مشيت، اكتب عنه كلمه، اكتب عنه بس. وانه وبإضافه حق اللاعبين الخبره او اللاعبين اللي صار لهم نقول 10 سنين مثلا مثل ما تفضل الدكتور، بس اختار اللاعبين اللي لهم مثلا دور بغرفه الملابس لو يكونوا قدوه. ما يكون اللاعب اللي هو مثلا يعني غير 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 مهتم وغير مبالي. فهذه الامور تساعد اللاعبين الشباب. تركي سوري تفضل. لا تركي في نقطه، اذا مجالس الاداره تتحمل مسؤولياتها. اي نعم. هي كل عقد يقول لك سنه حق المدرب. المدرب هذا يبي بطوله، ما يبي يبني لك فريق. انت تعاقد مع المدرب 3 سنوات واطلب منه قول له ابي فريق ما ابي بطوله. هني يقعد يشتغلك على الشباب مع الصبر. مع الصبر. نعم. كلامك اجابه اي على السؤال. نعم. يصبر 3 سنوات يبني لك فريق، اما تتعاقد معه سنه وتبي منه بطوله. الخلل وين؟ خلل لا مو خلل. هو مجلس الاداره شنو يبي من المدرب؟ نعم. تبي بطوله ولا تبي تبني فريق؟ انت لما تحط هذا المدرب بزاويه ضيجه اكيد لازم. نعم. تطلب منه. كاظمه شنو يبي من المدرب؟ كاظمه ما يدرون شنو يبون. كاظمه كل سنه قاعد يتخبطون نفس الاخطاء، تغيير جهاز اداريه، اجهزه فنيه، تغيير محترفين، ما في اي استقرار. انا ما اتكلم عن كاظمه. كاظمه عندهم، انا اتكلم عن كاظمه. كاظمه عندهم تخبط. انا اسالك يا ابو بندر، كاظمه شنو يبي من بونياك الحين؟ بونياك شنو بطلب منه؟ يبون بطوله. كاظمه يبون نافس. يبي نافس بطوله يبي. والدليل انه ما عنده محترفين. اليوم لعب الشباب، بكره بينزلون المحترفين 3 4 بيقعد الشباب على الدكه وبيرجع على النظام القديم. نتمنى انه ما تصير ان شاء الله. نتمنى احنا بالعكس، هذا ترى مكسب حق المنتخب اصلا. اي والله اتمنى. يعني احنا ليش فرحنا بعيد الرشيدي؟ ليش فرحنا مبارك الفنيني؟ فرحنا بلاعبين الشباب ذول، فواز العتيبي. نعم. محمد صفر مال العربي. نعم. في مجموعه من اللاعبين ممتازين. يحتاج هذا الشيء ثقه زياده للاعبيننا الصغار، على عكس ما يشوفونه. يعني في اداء قاعد يقدم داخل الملعب، يحتاج هذا الشيء ثقه بان هذا اللاعب يستحق انه يلعب. لازم يكون في استقرار اجهزه فنيه واداره. انا اجيب لك محترف وطالع اداء المحترفين. يا اخي اغلب يا ابو ترك، يعني عندنا هذول المحترفين والله مو محترفين، يعني ليش نقص على بعض؟ بس انه لاعب اجنبي فقط قاعد ياخذ. هذا اخبر دليل هذا الكلام اللي احنا قاعدين نقوله. بس اسمه لاعب اجنبي. أيوة. بس يلعب اداء بس جدا ضعيف. اي لاعب صغير اداء جدا عالي والكل يشيد فيه. يا ابو ترك انا اقول لك اليوم سر تفوق كاظم اليوم، وانا اعتقد ان بنياك اليوم عو على مقوله مرغما اخاك لا بطل. اعتقد ان الجهاز الاداري ومجلس اداره نادي كاظمه قعدوا مع المدرب، وهذا ليس تدخل في عمل المدرب، هذه سياسه النادي. انت تطور الفرق الرياضيه بالنادي، ونحن نتكلم عن كره القدم. قعدوا معاه محترفين صراحه، يعني والله يفشلون الثلاثه اللي رحلوا. اعتقد وهم من اختيار المدرب. هني اعتقد قعدوا مع المدرب وارغم على اشراك الثلاثه ذيله ورابعهم. طيب. اشراك وحقق نادي كاظمه الهدف المنشود، واليوم قدم كره فعلا تذكرنا بكاظمه ولو جزء بسيط من كاظمه. الكره جهز لي مانشيتك اللي قلته عن كاظمه بعد شوي، وانا اقول لك ليش ابي اناقشه وياك. خلونا نشوف مع بعض عدسه 18. كان هناك تصريح لمدرب الساحل نادي الساحل كابتن عبد الرحمن العتيبي، خلينا نشوف شنو قال بعد هذه المباراة. يعني ما في سبب خسارة، يمكن البلنتي، يمكن بداية اول 20 دقيقة يمكن، وبعدين الجول الثاني يمكن اللي حبطهم انه كان تسلل وبعدين راح للفار، او حتى يمكن ما شاف حتى الفار الحكم وحسبه. طبعا 2-0، لكن الفريق قدم مستوى. يعني الشوط الثاني يمكن وصلنا الجول، ضيعنا يمكن 3 كور او 4 كور يعني مضمونه، يعني انفراد حسين، كره تيتي، الكره الثانيه، الكره اللي طقت القائم ما توفقنا فيها. كاظمه يمكن استغل الفرص كلها، يعني اللي جته يمكن البلنتي والهجمه المرتده اخر شيء الجول. يمكن من 5 فرص يمكن او 6 فرص كاظمه استغل يمكن 3 فرص وقول الجول. الشوط الاول ما قدمتوا اي شيء؟ ما قدمنا اي شيء، لا ما كنا احنا في بال، احنا عندنا طريقه الشوط الاول نلعب فيها وطريقه الشوط الثاني نغير فيها حتى نحافظ على التوازن الفريق. احنا ما نقدر نفتح زياده على ان عارفين احنا مصدر خطوره كاظمه فريق سريعين، عندهم المحترف وعندهم شبيب وعندهم الفرج، فاحنا كنا متحفظين شويه حتى نلعب على امكانيات رابعه. بعد التعادل من القادسيه والفوز العربي الصاحي ولا فوز؟ يعني الحمد لله هذه كره القدم، لا كلها يعني هي شنو يعني لازم ان نفوز، ممكن تفوز ممكن تخسر ممكن تعادل، لكن
ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. كل الشكر للكابتن عبد الرحمن العتيبي مدرب فريق الساحل، ويعني عنوان هذا اللقاء بأن سبب الخسارة هو مثل ما قال أبو خالد ما حالفهم الحظ، يعني يحتاجون شوية حظ عشان يصلون للي هم يبونه. طيب، وعدم استغلال الفرص المتاحة لهم في هذه المباراة. طيب كابتن يوسف، وحكم أجنبي نبي خلاص، تبون حكم اجنبي. اي ما لوم الشيخ احمد اليوسف يجيب حكام اجانب من برا صراحه. تقييم 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 الحكم ان شاء الله راح نتطرق له. تقييم انا ما اقيم، انا اداري ما اقدر اقيم لك حكام. انا اقول شنو نقطتك؟ نقطتي ان الحكم مثل ما الفريق يكون عنده ثقافه الفوز، خصوصا الفريق اللي صاعد، لازم الحكم يكون الحكام والحكم ساعد بشكل عام، لازم يكون عندهم برضو ثقافه ان النادي صاعد من درجه اولى مو شرط انه بس يبي يحافظ على المركز انه ما يطيح تحت، يمكن يا اخي ينافس. عندك شباب التحكيم كان سبب رئيسي اليوم خسارتكم، مو بس اليوم اتكلم على بشكل عام. انا اتكلم اليوم انا اقول لك الهدف الاول خرب خطه المدرب كلها. احنا حاط ببالنا 0-0 الشوط الاول الشوط الثاني بل انت مو صحيح تقصد. انا اقول مو صحيح بتاتا، ولا يمت بل انت باي صف. مخرجنا نحط اللقطه بس ما دام ابو خالد تكلم عنها. نعم. خلينا نشوف اللقطه. نعم. واحنا خمسه بالاستديو. نعم. خلينا نشوف اللقطه هذه. بين في لقطه بين نشوف. كابتن يوسف الفضلي يقول مو صحيح هذا البلنتي. نعم. كابتن اخر واحد اخليه بروضان. كابتن عبد الرحمن، لا بلنتي انت ايش رايك فيها؟ اسمع صوتك. بينت يعيدونها بالبطيء. كاكا في احتكاك من الخلف. نعم في احتكاك. نعم. شوف 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 رجل طقت رجل نفسه. شو لحظه الحين طق اليمين طقت كعب اليسار. شنو السبب؟ طيب عبد الرحمن السبب هذا. ها لحظه بس دقيقه ابو تركي هني قال برضا قال شنو السبب؟ السبب دام انا اختلفت وانت اختلفت يروح يشوفها سعد بالفار يتاكد منها. اذا في اثنين اختلفوا اشرح لك الحاله. انت اكلمك اذا في اختلاف انا اقول ما في اختلافه. اختلاف الحكم فيها ما رجع للفار. اي ما رجع للفار. ليش ما رجع للفار؟ بوبندر وانا راح افصل الموضوع. شفت اللقطه؟ لا بلنتي بلنتي. اي فيها احتكاك من وراء اللاعب. نعم. حاش عبد الله. عبد الرحمن البناي المدافع المتعمد بلنتي. بروضان هذه شنو؟ بلنتي وقرار. زي سؤال انا قبل لا تكون بلنتي. بلنتي احنا اتفقنا او اتفقتوا على انه بلنتي. إيه نعم. ليش الحكم ما رجع للفار؟ انا اقول لك ليش ما رجع، لانه ايد هناك. لا يعني قرار من الحكم وقرار شجاع، ترى هو اللي اتخذ القرار مدارك لان اللعبه واضحه قدامه. نعم. وهي التلامس بالقدم من اللاعب عبد العزيز ايادي. ليش ما رجع للفار؟ ما رجع الفار ليش؟ لان اللقطه شافوها اللي بالفار واكدوا على قرار الحكم السليم. هذا نبي الفي ار ذول اللي بالقاعدين. هذا حكي انا ما انا سعد سعد الحسب هناك يصح الحكام اللي متواجدين على الفار يا طويل العمر اللي يوسف النصار وعلي الشراق. اي هذيل عتبي عليهم الاول ومن خيره الحكام اللي يتعاملون مع الفار ونعم فيهم. ما هني يا ابو يوسف والله ما احنا ضدك ولا مع كاظم. احنا نقول لك احنا نشوفه مثل ما صار عندنا بين اختلاف الفي ار لازم يكون بينه وبين اختلاف. ينادوا سعد شوفه سعد يحكم فيها. يا ابو خلوه هذا قصدي. شافوا اللقطه. اي البار حكام البار يكون طبعا حكم المباراة كابتن سعد الفضلي يكون عنده ثقة فيهم ويسمع منهم طبعا قاعد يشوفون. نعم. ومن ثم اذا كانت في اللقطة فيها شك هم يبلغون القرار. لو لك لو ان مثل ما قلت ممكن فيها شك يقولون لك تعال شوف. انا بس عشان اوضح حتى اوضح هذا بشكل عام. لما يسمع الحكم مع الشباب نفس الشيء حسب فاول تمثيل وهي بلنتي لنا المحلل كلهم قالوا بلنتي. انا اكلمك على اللقطه هذه. اذا بترجعنا للماضي راح نتناقش. انا اقول لك على سافه انا الماضي عشان اقول لك الفي ار ما يرجع. لم يلجا الحكم سعد الفضلي نجم المباراه الاول اليوم الى الفار لان اللي بالفار اللي اخونا اللي هو يوسف النصار وعلي اشراق ايدوا قرار الحكم. هذا الخطا بس ما خطا سعد الفضلي خطا بالفي ار. لازم في شك ما يصير على طول انت فيها نسبه لو 1% نسبه انها محاشه. تعال يا سعد شوفها انتهى الموضوع. طيب موقع ما يصير كان سليم الحكم حسبه دايركت تركي. ترى الفار الحكم مو مجبور يروح يشوف الفار. نعم. هو الحكم الاول القاضي يقدر يتخذ قرار. هذه الحاله يمكن اتفقوا مع حكم الفي ار واتخذ قرار ويمكن من حقه ما يرجع للفار. خلاص اتخذ قرار ويتحمل مسؤوليته. نعم. الدوري الانجليزي فقط في العالم اللي الفار اقوى من سلطه الحكم. هو اللي يقرر هو يقرر الفار صح فقط.
اما الباجي لا. صحيح. حكم الساحه هو له صاحب السلطه. طيب اذا انا عندي شك 1% خلوني اصف مع اخوي يوسف. أوكي. انا عندي سعد يقول لك انا 100% لا لا انا كحكم مباراه مو 1% الفي ار عندكم شك ما في شك وياك اسمع مني انا الحين عندي انا كحكم مو شاك نهائيا بالقرار اللي انا اتخذته اسمع ويأكدون على كلامي فخلاص القرار مو قرار مؤثر هذا هدف يعني وهدف الاول نعم. على الاقل واحد واثنين مثل ولا واحد فيهم شاف 1% انه ممكن ما حاشه ممكن حاشه خفيف تعال شوف يا سعد بس هذا قصدي يعني تعال شوف يا سعد بس إيه. سعد يمكن برضه سعد صح كلامي سعد تحكيمه اليوم ممتاز يقول لك ارجع بالعكس يا بعشر ده انا اللي اقصد انه قرار مؤثر اشوفها مره ومرتين وثلاث عشان احنا عشان احنا ما نقول والله هذا الشجاع اللي تحلى فيه سعد الفضلي انه يحسب القرار وبتأكد منه تحمل مسؤوليته وتحمل مسؤوليته وقراره سليم 100% سعد الفضلي من اميز الحكام اقول لك انا اكلمك اليوم لازم يرجع الفار عشان يسكتني انا يسكت الاحتياط اللي قاعد يتكلم يسكت الجمهور يتكلم يسكت عليه بلنتي بلنتي مو بلنتي مو بلنتي ليش بالمباراه كلها ما راح ولا مره للفار ايش انت ولا مره روح مره بس على مره واحده روح لان اليوم هو نجم المباراه تحكيمه 100% لا لا المباراه كلها ياخذ على سعد الفضلي وزنه الزائد وله اسبابه لما يجلبون حكام من الخارج من الدول الخليجية وأيد أنا جلب الخارج أيدها وأنا أيد أخطاءهم لهني أأيد هدف والله العظيم هم اللي سببوا المشاكل في الأخيرة هم الحكام الإماراتي والحكم السعودي خربطوا لك جدول التدريب الترتيب فوق تحت طيب حكامنا لازم ياخذون فرصة بس الحكم السعودي الإماراتي ما عنده هذا نادي جماهيري وهذا نادي مش عارف ايش يشوف اللي يشوفه يحطه ويرجع الفار احنا مشكلته ما يرجعون الفي ار هذا حتى الفي ار ساعات يوهق الحكم اللي بالساحة كنت تصيدون على بعض لا 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 انتهت المشكلة هذه ان شاء الله وسعد هم الثلاثة متفقين على نفس الغرض أيه؟ لو واحد يختلف ممكن انه يروح حق البار هذه الجزئية اللي بتكلم فيها نكمل يا بعض نكمل يا بعض في عندنا لقطة ثانية يا ابو روضان ايه خلينا نكمل الهدف الثاني خلينا نشوف الهدف الثاني اوكي اللقطة اللي بعدها حطوا لنا اياها علشان انا اعرف شنو هي اللقطة وتكون واضحة هني الساحة طالبوا بلنتي بهذه اللقطة هذه اللقطة طلب لاعبين الساحل ان هذه ركلة جزاء نعيدها مرة ثانية شوف هني اللي وسمع مرة ثانية ما راح الفار بس سمع سمع ترى يا جماعة مرات يكون الحكم حتى ما يبي يسمع هو واثق 100% لا هذه ما فيها لا لا اذا ما شاف اذا حط اذا حط ايده على السماعة معناته قاعد يسمع رايهم اعطوني رايكم اعطوني رايكم بالموضوع الفيديو ينعاد مرة ومرتين بلحظات بسيطة خلينا نشوف هذه اللقطة زين اسمع مرة ثانية على نفس الطريقة الاولى دكتور ناصر ايش رايك فيها والله ابو تركي مو شوف اللاعب اللي طايح شوفه شوفه اي ما فيها لا دفع ولا تونس ولا شيء الكره عاديه ما فيها اي شيء واضح هذه شفتها اللاعب اللي طاح مره ثانيه لو عندنا يا فهد لقطه او ايوه هذه تعرف صار صوت ثاني في اقرب منها وقف لنا اياها اللي على اليمين انا اشوفه على يمين اللي بعد لا ما فيها اي شيء ما فيها ركله جزاء اصلا ما في لا دفع ولا تلامس ولا شيء بالعكس كره عاديه جدا طيب برضه ما فيها التحام عادي مشروع في كرة القدم ولا يوجد نسبة 1% أنك تحسبها بلنتي ومع هذا طلب مساعدة الفار ليدلك على نزاهته أنه مو متقصد لنادي الساحل و لا لا ما قلت متقصد أنا أشاروا لا أشاروا لا لا ما قلت بالفار لا لا تقولني شيء أنا ما قلته أنا ما قلت أبو خالد لا لا طبيعي أنا قلت المخالد الفي آر بس عشان واحد من بلنتي اسمع هذا ما فيه شيء خالد بهذه اللقطة مرة ثانية وأترك لك حرية أنت شنو كان شعورك هذه بلنتي وطرد لا شنق بعد خلها شنق لا خلونا بالجد يا جماعه والله يمكن يا قلب يا فهد جرب لنا اياها يعني شوف شوف دايس على رجال اليمين افضل من كذي ما في والله شنو دايس على رجال اليمين شوف جوتي ترى جوتي لعب كاظم لابس ابيض كابتن يوسف شنو دايس عليه شنو ما نبي انت شو تشوف انا اشوفها فيها بلنتي فيها شك فيها لا يعني يا اي ولا لا اي ها بلنتي اي بلنتي والله شوف لا لا بالعكس هي كرة قدم فيها التحام بدايه قلت لك انا ما في شيء مبين يوم جربها فهد عادية ما فيها لا البلنتي لا شغلنا مو بلنتي لا شوف شوف التحام طبيعي والتصرف فيها التهامات هي لا من اللاعب ستيل وبندر شفتها قرب لا 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 اصلا سعد يعني لو راجع للفار شايفه بامكانه يعطي المهاجم تمثيل كرت بس نعتبر اللعبه عاديه لان كره القدم يا جماعه انتم ما تشوفون الدوري الانجليزي والايطالي لو عندنا الدوري الايطالي والانجليزي كل ركنيه بلنتي زين هذه واضحه لا لا اسحب كلامي اسحب كلامي مو بلنتي لا لا صار اسحب كلامي ما فيها شيء حلو ولما قربت اسمع بس لا لا اسحب كلامي مو بلنتي انا بالمساهم كان موقفها
توقعت ان دايس لا مع مشت لا ما في شيء. انا عندي الله معه صح؟ ذكر الله معه. اذا ذكر اربع انها مو بلنتي. لا انا عندي جزئيه على هذا، ترى بالاعاده ساعات انت الكره بالاعاده كانها او انها لامسه. لا مو بالاعاده مثبت الصوره. لا مو قصدي عن هذه بشكل عام يعني. ما في شيء. بالاعادات حتى بالدوري الانجليزي بالهذا تشوفها كانها لامسه ايده يعني بالاعاده وهي لا عاديه. لو يعني برضه الواقع تشوفها عاديه ما في اللي في الملعب شيء وايضا اللي تابع المباراه عن طريق نعم. كاميرات موزعه في الملعب نعم. شيء ثاني والفار طبعا هو اللي عنده العدسه الاكبر انه يزوم ويبعد ويشوف اللقطه بشكل واضح والقرار دائما يكون لحكم المباراه. اعطونا بريك. رجعنا وياكم بعد الفاصل، آخر جزئية في مباراة كاظمة والساحل وعندنا تقرير فيها، بعدين نتطرق لمحور آخر. بروضان أنت كنت مجهز مانشيت وبصراحة كان لتألق لاعبي كاظمة، شنو قلت فيه؟ قلت كاظمة بثوبه الجديد يتحرر من قيود محترفيه وبالثلاثة فاز بجودة لاعبيه. بجودة لاعبيه؟ نعم. رئيس جهاز الكرة في نادي كاظمة كابتن فواز بخيت كان عنده تصريح خلينا نشوفه ويا بعض وممكن يوافق أو يعارض بروضان. يجب أن يوافق. بداية أحب أشكر أخواني اللاعبين على المجهود هذا وهذا فوز إحنا محتاجينه كنادي كاظمة أو كفريق كاظمة في المرحلة هذا لأن المرحلة هذه لأن يمكن إحنا طلعنا من بطولة كأس ولي العهد. وكانت ردة فعلها شوي يعني سلبي على اللاعبين لكن الحمد لله بفضل من الله سبحانه النتيجة اليوم نتيجة اليوم شوي عطت دافع والأهم إن إحنا ما زلنا في المنافسة على الدوري وهذا اللي إحنا نتمناه ونتمنى أن نكمل المشوار في المنافسة على الدوري. الصفقات إحنا طبعا فعلا صح لنا شلنا ثلاث لاعبين والآن يمكن يبنى لاعبين لاعب نيجيري ولاعب عراقي وإحنا بطريق في إن نوقع مع لاعب ثالث يكون مدافع مكان اللاعب اللي المدافع اللي شلناه. والله إحنا نتمنى الأفضل ليه ما الحين إحنا ما طلعنا بالصورة اللي نتمناها واللي إحنا نطمح لها واللي احنا عادينها للمستقبل لكن نتوقع بالمباريات القادمه راح مستوى الفريق راح يرتفع للافضل ان شاء الله. مباراه الدوري اخر القسم الاول وهذا فوز مهم يقربنا الصداره وان شاء الله القادم افضل واشكر الجهاز الاداري الجهاز الفني على ثقتهم فيني ان صعدوني درجه اولى وهذا مو شيء غريب عليهم. كنا محتاجين ثلاث نقاط هذه لملاحقة المركز الأول والثاني والثالث على بعد أربع نقاط عن المركز الأول ونبي نتم بالمنافسة إن شاء الله وإن شاء الله المباريات الجاية نحقق الأفضل ونطمح أن ننافس على المركز الأول والثاني إن شاء الله. كابتن مستواك في كرامة النمو مستوى شبيب والله ماكو اسباب بس انه صار لنا فتره ما لعبنا مباراه مثل ما انت عارف طلعنا من كاس ولايات صار لنا فتره ما لعبنا وان شاء الله بالمباراه الجايه نكون عند حسن الظن باذن الله. كابتن فواز بخيت نمسي عليه ويعطيك العافيه. بعد نهايه المباراه قال احنا خذينا النتيجه وهذا المهم واحنا ما زلنا موجودين هذا المهم ولكن في جزئية اللي أنا شنو قصدت في الموضوع أنه قال ما هو الأداء اللي إحنا نبيه للأمانة مستوى الفريق أو مستوى اللاعبين ما وصل للي إحنا نطمح له. معاه كاظمة لديه الأفضل وكاظمة اليوم قدم مستوى. أنا عاكس أخوي فواز بخيت كاظمة قدم مستوى. فواز يدري إحنا اليوم أحسن. أسمعني ما أدري يمكن فواز عنده هذا الكلام أقول لك أنا عنده وجهة نظر مدير فريق بعد هذا أي مدير فريق مدير جهاز موجود يمكن ما يبي يمدح لاعبي زيادة عشان لا يحسون بالخبر لها النشوة الفوز ممكن ينتقصون ممكن ذكاء منه هالحكي هذا بس احنا لما نشوف المتابعين حق اليوم كاظمة اليوم جزء اقول لك اعاد جزء من الكره الشامله باداء وتالق اليوم الضفيري وتالق الحربي وناصر الفرج تالق واللاعبين الصغار اللي قلناهم الجزاف والهزيم وش اسمه والشرهان
بالإضافة إلى تألق على إشراق حارس المرمى. اليوم كاظمة ولعب بتنظيم دفاعي قبل التنظيم الدفاعي هو أسوأ ما في نادي كاظمة. الشبيب اليوم مع أنه ما سجل بس عمل تحركات، والتحرك هذا بدون كرة هذا أخطر شيء في عالم الكرة. الحبيثر لما نزل أبدع وسجل هدف. اليوم المحترف هم ما واكبهم برونو وسجل هدفين، وما كان ممكن أن يضيف ثالث ورابع نادي كاظمة، وأنا عاكس طيب. صراحة وهذا كله من بلاوي المحترفين السابقين اللي استغنى عنهم، وإن شاء الله أن يتوفق مع غيروا المحترفين خلاص. النيجيري واحد يقول عراقي ومدافع مكان ساداتي، هذا ساداتي كان سيدي ساداتي والله يوفق كاظم ونشوفه. والآن منافس، الفرق بينه وبين المتصدرين نقطة. حلو كابتن عبد الرحمن ويزاحم القادسية على موضوع المنافسة. كابتن فوز بخيت بتصريحه شنو قال؟ قال احنا مو راضين، احنا نطمح للأفضل، وهذا شيء او يعني الكل يطمح والله للأفضل، ولكن في جزئية جدا مهمة، المهم ان احنا ما زلنا في دائرة المنافسة. نعم اكيد لازم، اذا انا بنادي كاظم احنا تعلمنا من احنا صغار بنادي كاظم لا صعدنا درجة ولا احنا نطالع الاول يعني، او نحب المنافسة. نعم. وطموحنا ما يوقف لمكان واحد يعني، فوزنا على الساحل بالعكس، فوزنا على الساحل يعني جاب تعب، ونحترم فريق الساحل. نعم. لكن احنا نطمح للافضل يعني، لو تكلمني انا او اللي علمونا يا الكبات اللي قبل، انا ما ابي ادش المباراة ولا كرة اضيعها ولا العب باص، هذا طموحي، ولا باص غلط عفوا، ولا هذا طموحي. فطموحنا اكيد هو حتى لو تشوفه فايز اليوم مثلا بنتيجه كبيره واداء فوق المستوى، راح يقول لك احنا نطمح لك الاكثر. وعلى كلام كابتن بروبان هم صح، ممكن انا ما ابي امدح فريقي زياده وياخذ انه فوز بعد تعثره بكاس ولي العهد، ترى يعني هذه كانت على اللاعبين، وانا غريب من اللاعبين كان يعني وايد مؤثر عليهم يعني، حاشا ممكن اقول لك احباط. فهذا فوز معنوي مهم جدا جدا جدا. تفضل ابو خالد. انا ايد كابتن فواز بخيت، الساحل اليوم قدم مستوى افضل من كاظمه. ما راح يفيدك لا الحكي يا ابو خالد. خليني اقول لك يا جماعه، انتم ما حطيتوا ملخص المباراه. كاظمه اليوم مو سيء، كاظمه اليوم لعب بروح، لعب هذا كان يقص كاظمة. مطاري ملخص ولا منتخب، النقاط قاعد تروح منك. خلي النقاط عاد، قلت لك انا حظ اكلمك، انا كاظمة اليوم لعب روح، هذا كان يطيح يا ابو خالد. وين الحظ بالموضوع؟ لا حول ولا قوة، ايش نسوي؟ كاظمة اليوم كان ينقص اللعبات الطافة الروح، واليوم كاظمة مثل ما قلتوا لعب روح، فاز بروح. شبيب لاعب الساحل ترى قبل يكون لاعب كاظمة، شبيب ما كان يدافع حتى الموسم طاف، ما كان يدافع. اليوم اشوف شبيب يدافع، اشوف ناصر الفرج يدافع. نعم. اشوف الظفيري، نعم عبد الله ما كله قدام واقف راسه، اليوم قاعد يغطي ويدافع. هذا لعبوا بروحهم، بيبينوا حق المدرب ان احنا افضل من المحترفين اللي جيبوهم. طيب. دكتور ناصر، مع الاخبار الخاصه وانتقالات الشتويه والتحرك اللي قاعد يقوم فيه نادي كاظمه وسط النيجيري بتواجده، يعني انا ابي اتكلم وايضا اربط هذا الموضوع، لاعب عراقي لاعب نيجيري بتصريح كابتن فواز، انه هل ممكن كاظمه بهذه الانتقالات بهذه الاسامي بهذا الاداء اشوف كاظمه منافس على الدوري؟ منافس ممكن على الدوري، اي ممكن ينافس، ما ياخذ يعني ياخذ البطوله قصدي. لا صعب، لا صعب بوجود القادسية والكويت، لا صعب. يعني واحد لما ينافس على شنو؟ والسالمية نسيته. السالمية بعد نسينا السالمية، سلمان عواد مساء عليه بالخير نسينا السالمية. لا الدوري يعني بين الفرق الثلاثة لا يمكن يعني، لا العربي ولا كاظمة ولا الباجي ياخذون الدوري. الدوري محتاج شيء، شغل، محترفين، دعم، مدربين، استقرار، هذا كله مو متوفر من نادي كاظمة. طيب أنا بس عشان أوضح، أنت قلت ينافس إيه بس ما ياخذ البطولة. ينافس يمكن يعني على الثالث الثاني، يمكن الحين هو مع القادسية المركز الثاني. المنافسة دائما تكون هي على اللقب. لا اللقب، أنت سألتني ياخذ اللقب ولا، قلت لك لا ينافس ممكن على الثاني الثالث ممكن. ترى كاظمة كل موسمين ثلاثة ينافس ياخذ الثاني الثالث، لكن الأول صعب. ما أتوقع أن أحد يبي ينافس على الثاني والثالث، خصوصا نفس كاظمة يبي ياخذ بطولة. لا صعب بطولة، أتمنى أنا بالعكس، ودي يعني ودي توزع البطولات، ودي العربي بطولة، السالمية بطولة، كاظمة بطولة، ملينا القادسية الساحل الساحل بطولة، خربوا الدوري الكويت القادسية، صار ما في حماس والله، ما صار ما في حماس، كل القادسية جايهم السالمية، نبي السالمية راح يشعل الدوري، نبي كاظمة ياخذ بطولة، نبي العربي ياخذ بطولة، نبي توزع البطولات، نبي عندنا فرق، نبي لاعبين، نبي نتائج، خلاص ملينا كل الكويت القادسية. وبعدين شوف نتائج المنتخب تعبان، وسبب كل لاعبين المنتخب في هالناديين ابو بندر، كل
يعني دائما اي بطوله تشوفها بالعالم اي دوله بالعالم لو الحين احط لك اسبانيا ولا احط لك ايطاليا ولا احط لك بين فريقين الا الدوري الانجليزي تقريبا لكن انت ما يصير بس الحين ترى منافسه بين فريقين لا بس ما يجمعوا لاعبين المنتخب كله فريقين اي لاعب منتخب اخذته القادسيه والكويت طيب الباقي شلون بيبنون فرق انا اتكلم عن المنافسه على الالقاب القاب الدوري الدوري بكل عشان لا نغير الموضوع ابو بندر احنا قاعد نتكلم عن المنافسه شوف على الالقاب دائما يكون بين فريقين القادسيه والكويت حتى الدوري الانجليزي الحين على منو الحين السنه هذه ليفربول خرب الدوري اخذ الدوري شلون خرب شنو خرب امتع الدوري ليفربول امتع الدوري ليفربول امتع الدوري لا ما خرب الدوري خرب الدوري لا ما خرب الدوري لا يا ابو المهم نرجع يو والنيفر وورك هلون انا بس يا جماعه ارجع حق اخذ الدوري بس انا ارجع انا ارجع حق نقطتي الاساسيه ليش انت مستغرب بان منافسه البطولات اللي قاعد تصير بالكويت على فريقين بين الكويت والقادسيه الحين صار كل العالم نفس الشيء بالسعوديه نفس الشيء بس السعوديه ما يجمعون لاعبين المنتخب في نادي وناديين لاعبين المنتخب في كل الانديه انا ما قاعد اتكلم عن المنتخب تعرف ليش ما في انا ما قاعد اتكلم عن المنتخب انا قاعد اتكلم هذا طبيعي جدا خلنا اوصل لك النقطه اي لاعب يبرز في اي نادي ثاني وينافس على الدوري على طول ياخذونه يا القادسيه الكويت يتدمر الفريق هذا هم ماله شغل باللي قاعد لا وما يروح منتخب القادسيه الكويت يروح منتخب هذا الشبيب الخالدي المنتخب ماله شغل شبيب الخالدي اتكلم عن منافسه فريقين موجودين في العالم لحظه الشبيب الخالدي كان في الساحل ليش ما ياخذونه منتخب راح كاظم ما اخذوه منتخب هذا شيء ثاني احمد عجل لا تغير في الساحل يعني ما اخذوه منتخب قاعد تغير علي عتيج لاعبين غير الموضوع لا 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 المنافسه في كل يعني القادسيه والكويت يمكن في سنه يدش السالميه السنة الثانية العربي السنة الثالثة كاظمة كل مكان هذول ما لهم استغراب لكن مكان. البطولات في الكويت القادسية والكويت بس انا ايش في غليلك انا الحين ايش في غليلي ايش في غليلك ايه انا اقول لك كاظمة انا اتفق معاه تماما لان كاظمة صراحة مقياس رختر اليوم فاز على الساحل وادى ممكن المباراة الجاية تلقاه مغلوب ليش قبل كم يوم خسران من برقان طالع من البطولة من برقان وعندنا عميد اللاعبين هو برقاني فاز على فريق السابق انا اقول لك الخطر القادم على المنافسة على القادسية والكويت واخص بالذكر الكويت هو نادي السالمية وانا اقول لك نادي السالمية منافس شرس خصوصا مع انتقالات الشتوية على بطولة الدوري مع الحاج وحسين انا اقول لك السالميه بلاعبينه هذيله اللي تفوق على نادي الكويت في اخر مباراه وقدم اداء ولا اروع وبخطه وتكتيك يشكر عليه السيد سلمان العواد ها ومساعده فراس الخطيب هني السالميه قدم نفسه منافسا شرسا واتوقع السالميه انه راح يسوي شيء هالموسم هذا وممكن يحقق بطوله الدوري وياخذها من فم الاسد فم العميد ممتاز كلام جميل من بروضان تكلم عن اداء نادي السالميه لكن النقطه اللي تكلم عنها قبل الانتقالات اللي بتكلم عنها خصوصا ان محور الثاني هو خاص بالانتقالات الشتويه السالميه منافس بروضان يقول كلام ويقول اللي ماشي وبقوه هو نادي السالميه لما نتكلم عن نادي السالميه عندنا بريك بس عشان اتاكد عندنا بريك وبعدها راح اتكلم عن السالميه بوجود الانتقالات الشتويه والاسامي اللي انضمت حق هذا الفريق رجعنا وياكم بعد الفاصل نستمر ويا بعض بالحديث عن مستوى الأندية خصوصا بتواجد أسامي مع الانتقالات الشتوية أرجع مع الكابتن عبد الرحمن البناي أبو فهد أنا بتكلم عن السالمية تطرقنا لنادي السالمية نعم. يعني مع الصفقات الأسامي الجديدة اللي ذكرناها قبل شوي كابتن حسين الموسوي ذهابه إلى نادي السالمية أيضا الكابتن السوري ثامر الحاج تواجده في نادي السالمية السالمية بأداء وأيضا هذه الأسامي قادر على أن يأخذ البطولة أكيد وهو متصدر الحين حاليا وكان توقيت حسين الموسوي أنا وجهة نظري كان توقيت الأنسب يعني صارت من صالح السالمية لأن في هجومهم مو معتمدين إلا على فابيانو ساعات ما يكون بيومه أو ساعات وأيضا حسين الموسوي يلعب مهاجم الثاني نعم. راح تصير قوة ضاربة الصراحة في الهجوم بالإضافة إلى نصهم بالإضافة إلى خط الدفاع اللي معاه عندهم القائد مساعد ندى وعندهم ليما ايضا من الهدافين فيعني عندهم كل مركز الحين نجم تقريبا ممتاز نعم ابو خالد انا اشوف المسوي بيلعب بدال منه بدال فابيانو بدال فهد رشيدي قدم مستوى ممتاز انا كنت اتابع مباريات لعبنا معهم ثلاث مباريات مسوى فهد رشيدي ممتاز ف
فابيانو ممتاز. شو اللي تقصده يعني؟ وين راح يلعب حسين موسوي؟ انا اقول لك وين راح يلعب، تحت المهاجم. شو مكانه؟ وين وين؟ هل انت طالع، انت طالع من نادي، انت طالع من نادي كبير يا ابو رضان. انا اكمل نقطتي، طالع من نادي. انا خلوني اخلص جزئيه ابو خالد. انت تقصد انه صفقه مو مناسبه للسالميه حسين موسوي؟ اذا يلعب اساسي مناسبه، لكن اكلمك انا طالع من نادي العربي حجمه، رايح نادي قادسي السالميه برضه نادي كبير. انت ليش طلعت من النادي العربي؟ انك ما تلعب اساسي، لاعب منتخب ما كنت تلعب اساسي طلعت. نعم. لازم النادي اللي بتروح له لو انه نادي مو جماهيري لازم لك مكان تثبت نفسك اساسي، ما تلعب شيء ثاني. اذا يلعب اساسي انا ايد. غابت عنك يا ابو خالد. الموسوي هو هداف الدوري الموسم الماضي. الموسم الماضي فيصل عجب، فيصل عجب قبل الموسم اللي قبله هداف. اقول انا احكيك على الموسوي. الموسوي هداف الدوري في الموسم الماضي، ومن افضل اللاعبين اللي يجدون التمركز سواء راس حربه او على الاجناب، بالإضافة إلى نادي السالمية يملك جميع مقومات المنافسة وتحقيق اللقب. نعم. خاصة بتواجد السوري الحاج، هذا لاعب منتخب سوريا. أنا كلامي شنو برضه؟ وبتواجد المحترفين وبتواجد جودة لاعبين نادي السالمية. حيدر فواز وفارس. ترى أبو خالد وياك. عشان لا تحور كلامي. لا تغير كلامي. يقول حسين ما له مكان. لا 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 لا. التنافس. لا لا لا. ما جاوب عليه. أنا رد عليك. التنافس بين الموسوي وفهد فهد الرشيدي وفابيانو راح يخلق جبهة هجومية. ولا اروع. هذا اللي قلت اذا ثبت امام دكه مو مشكله، بس انا لما فهد الرشيدي دكه مو مشكله. ليش يطلع مع عربي يقعد دكه مشكله؟ اسمع، لا العربي لا ظروفه الثانيه، وهذا احنا ما نقدر نخوض فيها. فيها هذا هقول اذا لعب بالعكس اساسي. العربي لم يخرج الموسوي من العربي، هو روح النادي العربي، ولكن ارغم على الخروج. ما في حد الموسوي. الموسوي راح تشوفه في اول مباراه مع النادي العربي ايش راح يعمل مع السالمية. مع السالمية في اول مباراة من القسم الثاني الخميس الجاي. سالمية ولا هذا لاعب اي دكن؟ التنافس لا ممتاز، بس خليه يلعب. انت تدري التنافس بين الثلاثة، هذه التنافس بين اللاعبين يخلق روح المنافسة وتشوف المستوى يرتفع والمستفيد نادي السالمية. نعم. والعربي كان عنده مهاجم فيصل عجب، ليش ما تنافس معاه؟ وعنده المحترف اللي جابوه بعد، تنافس معاه، هذه هم منافسة بعد. اثبت نفسك. اثبت نفسك. مشكلته ادارية وليست فنية. هداف الموسم الماضي. ادارية يعني مقصد. شباب بس انا مقصد صفقة مميزة للسالمية. كلمني عن صفقة حسين الموسوي. صفقة مميزة وصفقة ناجحة. هو خروجه من العربي عمره ما كان فني، خلافات إدارية، هو علي مقصيد عندهم مشاكل إدارية، صح. لهذا السبب طلع 6 شهور نادي السالمية على ما تهدى النفوس، وبإمكانه يرجع ثاني مرة. لكن إن حسين الموسوي ما يلعب في السالمية مثل ما أنا أيده بروضان تماما، وجوده مع فهد وفابيانو وجوده مع فهد صالح الفريق أصلا، بدل لا تكون يعني منافسة بين اثنين صار بين ثلاثة. كل واحد راح يجتهد، راح يتعب في التمرين. كلامه واضح، يقول لك أنت الحين طلعت او من اسباب خروجك، من اسباب خروجك من العربي ما يلعب. لا 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 ما كان هو فني. احنا قاعد نقول لك الامر مو فني. والله يا بندر لو يلعب اساسي والله ما يطلع من العربي. هو علي مقصيد. هو علي مقصيد قلنا خلاف اداري، لان صرح تصريح هذا قلنا مشكله. ليش ما قاعد يلعب؟ موسوي ما في عنده مشكله. ليش ما قاعد يلعب اساسي بالعربي؟ مدرب مو مقتنع فيه. لا يلعبه مو قاعد يقول. لا لا قاعد مباراة ربع ساعة وتلعب 10 دقائق. لا كان بداية كان أساسي في مباراة من مباريات لعبوها آخر دقيقة. بالبداية كان أساسي بالمباراة. بداية أساسي كان. يبي يقول رأيه بخصوص هالموضوع. لا لا بتركي أصلا صار له 3 مواسم حسين الموسوي يلعب تحت الضغط. نعم. أنت لما تجيبه عندك فابيانو وعندك فهد الرشيدي من أفضل المهاجمين الكويت. نعم. يعني هو متعود على هالجو هذا. نعم. فأعتقد راح يصير المجهود دبل وراح يلعب أساسي. من صالح السالمية. إن شاء الله أتمنى. ومن صالح السالمية. يعني. نعم. أنا أتوقع يا جماعة كابتن حسين الموسوي راح نشوف أداء مفاجئ مع السالمية. والله راح ينفجر. والله من أفضل مهاجمين الكويت. نعم. راح ينفجر بالسالمية. وإذا السالمية حقق بطولة الدوري أنا أقول لك الموسوي سبب رئيسي في تحقيق الدوري لنادي السالمية. بس أنت قلت راح يحقق، يمكن يحقق بدون ما نتكلم عن الموسوي. لا هذا إضافة. إضافة. هذا الإضافة. شوف المحترف واحد بالنص. بالرغم من خروج الدباغ وعلى السالمية. السالمية. يبقى انا نادي السالميه شرس. ليش اجيب واحد حينفجر على قولتك؟ عندي واحد منفجر وخالص. فهد رشيدي قاعد يقدم مستوى زين. انت واحد حينفجر. في اصابات في احيانا ناخذ راي مشاهدينا. كل ما كانت احمد معنا في مداخلات في حياك الله التغيير حجي احمد
يا مرحبا من زمان. صبحك الله بالخير ابو احمد. نصبح ابو احمد حياك الله العم، شخبارك عساك طيب؟ طول لي عمرك الدور خير، عساكم خير ان شاء الله. يا هلا وسهلا، عاش من سمع الصوت والله. اي والله مبروك، عاش ايامك الله يحفظك. مبروك ملكيت الولد، مبروك. اي مبروك، الله يبارك بحياتك. عقبالك يا حجي احمد. مبروكين حجي احمد والله يسر امره، ومبروكين ان شاء الله ويرزق بالذريه الصالحه. شنو شنو الوقت حجي احمد بدون وقت؟ حجي احمد انت كنت ناطر الولد، خلاص راح الحين دورك. لا اسمع ايش يقول، يقول فال لكم بيوهقنا. لا عيالكم يبا ابو بندر العيال. حبيبي الله يطول عمرك عمي، مشكور. أنا وافقك الرأي، جزاك الله خير عمي. الله يحفظكم إن شاء الله ويحفظ شبابكم وعيالكم. عزيز وغالي، تفضل حجي أحمد، قول جزئيتك اللي حاب تتكلم عنها. أنا عندي طال عمرك بداخلة رأيي، هذا يمكن أكون على خطأ ولا صواب. أنا أقول الدوري الكويتي، أنا ترى من لعبت بنادي الحاحيل من سنة 64 أيام البدوية نادي الحاحيل. أوه هذا هذا تاريخ. كان عندنا لاعب بعدين محترف هشام، أعتقد نبيل الشام. نعم. كان محترف واحد لكن كان جيل عايد الرضان كابتن، قلب الدفاع هذا جيل عايد الرضان. نعم. انا اقول يعني اعتقد احنا الدوري الكويتي ما حد دمره الا المحترفين لسوء اختيارهم. نعم. واكلوا الجو على الشباب اللي يدد والوعيب اللي مثل المسوي غير اللي هدافين خلوهم على الخط جايبين لك، يعني انا ما بقول اسماء لكن كل المحترفين تقريبا ولا شيء. يعني هل هذه خطة الإدارة؟ هل الجهاز الفني للأندية؟ يا ريت يعني يا ريت سنتين بس توقفون، ما نبي محترفين. شوفوا شلون راح يطلع لكم لعيب موهبة شباب صغار، لكن للأسف والله اللي قاعد نشوفه المحترفين يعني تشوفهم يقهرونك، يعني قدام الجول ما يعرف يقهر، باص ما يعرف يعطي. فهذا اللي يعني أنهى الدوري الكويتي اللي خلاه مثل الدوري السعودي، الدوري الإماراتي، القطري، عندهم محترفين يجيبون المثل يقول يا إذا أكلت بصل أكل عدل بصل، إشبع بصل، كثر منه صح، إشبع بصل كثر منه. يجيبون محترفين عدلين واحد اثنين كافي في النادي، ولا يعتمدوا على شبابنا؟ والله فيهم خير شبابنا، بس قاعد ندقون ما حد يعطي موية يحط على الخط، يا يعني ينزل محترف أقل منه ثم تبي القهر. ما طولت علينا عزيز وغالي، كلامك كلامك رائع ومثري دائما حجي احمد، ومبروكين ان شاء الله ودائما نسمع بافراحكم. شكرا لك، مشكور وما قصرت سامحنا. عبد الله العتيبي حياك الله. مرحبا اخوي بتوفيق. يا هلا وسهلا بخير، الله يسلمك. الله يعطيك شلون الضيوف اللي عندك، رحب فيهم والله. يلا فيك رمضان والفضلي. هلا والفضل الثاني والاخ لاعب اكلونا فضول اليوم وياك. الله الله يزيدك بارك يا مرحبا يوسف. ماخذين المركز الاول الدبوس الصياحي. سهل سهل الدبوس هذا حق الكويت والله، مو حق احد، هذا الفوز حق الكويت كله. سهل ابو نايف يستاهل الله، احنا وانت واحد يا عتيبي. يستاهل يستاهل. انا مع اخوي الفضل لما يقول طول عمرك ليش ما يختارون من الساحل، ليش ما يختارون لاعب مثل الفاحين؟ صح. ليش ما المغادشية والكويت؟ ترى فيه يعني الدرجة الأولى فيها لاعبين، وإذا انتقلوا للأندية الكبار خذوهم. نعم صحيح. المفروض أن المدرب مال المنتخب ما يروح يشوف للأندية الكبار ويخلي الصغار. يا سلام عليك. صح ولا لا طول عمرك؟ صحيح بالله صحيح. هذه خطة الأندية الكبار هذه. احترامي للحكم سعد الفضلي، الاحترام المفروض يرجع طول عمرك إلى تقنية الفيديو. يشوف البلنتي مشكلة فضول. صار حق بلنتي حق الساحل ما حسبه، راح راجع تقنية الفيديو. صح ولا لا يا جماعة؟ مفروض. إيه الله يعطيكم العافية. شكرا لك العافية. شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا على الجزئية اللي تكلمت عنها. نرجع مرة ثانية. حجي أحمد تطرق حق نقطة الأمانة ما تمر مرور الكرام للأمانة. العربي أبدع في الموسم اللي طاف، يعني مثال بسيط يعني بغض النظر عن ظروفه. صحيح صحيح. بغض النظر عن ظروفه ولكن العربي قدم مستوى وقدم مستوى رائع جدا. يعني لو يصير مثلا يصير شيء غصبا علينا ان نقعد سنتين من غير محترفين، هذا كلام حجي احمد، نكتشف مواهب شابه. ايش رايك كابتن عبد الرحمن بهذا؟ اكيد والله اكيد على مستوى المحترفين، اغلب المحترفين او البعض المحترفين اكيد. معناته انت ضد وجود المحترفين او هم اساس المشكله؟ انا ضد كثره المحترفين. يعني انا عندي لو كل فريق يجيب له محترف انا معه. كثره المحترفين هي كثره المحترفين ولا نعم. الكواليتي مال المحترفين بكثره الاثنين إيه؟ اللي انا مثل ما اطرق مستوى المحترفين او بعض مستوى بعضهم، والثاني كثره المحترفين. احنا قاعد نقول نبي نعطي فرص حق الشباب.
فانت انت تحط لي خمسه محترفين او ثلاثه مثلا، ثلاثه هم ما في يعني، انت ثلاث محترفين زائد الحارس يعني تحط ست لاعبين في الملعب. نعم. فما في مجال في هذا الشيء. فانا ضد المحترفين او مع كلام الحجي احمد، او انه حتى انا مع المحترف الواحد بقى. نعم. دكتور ناصر كلمنا على نفس الموضوع. انا دائما اتكلم عن المحترفين. هل علشان نتطور ونكتشف لاعبين ومنتخبنا يقوى يجب ان يكون اختيار او عدم وجود محترفين؟ شوف، عدم وجود محترفين انا ايدها، واذا زدنا المبالغ اعيدها. انت تبي اجانب محترفين، شنو الصحي واكثر لنا؟ الصحي انك تزيد المبالغ. نعم. انت المحترف لازم يرفع مستوى اللاعب المواطن، مو الحين عندنا العكس. نعم. الحين اللي عندنا الموجودين محترف يستفيد. نعم. محترف يستفيد من انا قلتها مره هني. نعم. قلت المحترفين مثل الرقيه، حظك نصيبك. الا نادي الكويت يتعاقد مع لاعب يعرف مستوى اللاعب، يدش اساسي مباشره، ونكون احنا شايفين نعرفه. ايش معنى نادي الكويت؟ كل اللاعبين اللي عندهم شايفينهم في الخليج لاعبين. اي ايش وين بالكويت ياخذون؟ اي نعم جاهزين. إيه. ياخذه يكون جاهز يلعب تشكيل اساسي. حلو. اما الباجي يوقع مع اربع خمس محترفين في المعسكر، ويوقع مع ثلاثة أربعة في الكويت، ويجرب مش عارف ايش المباريات التجريبيه، يعني حظك نصيبك. لان ليش؟ ما في فلوس، ما في دعم. برضان امس في الحلقه قلت ان قبل كان اللاعب الوطني المحلي. نعم. يستفيد من المحترف. طبعا. الان صار العكس. لا الحين فعلا المحترف هو يستفيد من المحلي. انا اقول لك هي المشكله، انا اتفق تماما مع الحجي احمد، وان لو يوقفون الاستعانه بالمحترفين على سبيل التجربه لمده عامين ويشوفون نتائج هذه التجربه. بس ما يصير في عندك تعدد سوي في فرق تشارك في ظل يعني وين راح نوصل احنا بمشاركاتنا الاسيويه؟ نحاول زيرو. نحاول على الاقل. كم قال لك تحدث ثلاثة؟ احطهم بالسالمية والعربي شاركوا في البطولات الاسيويه، ويا ليتهم ما شاركوا. بس فاحنا نوقف الاستعانه بالمحترفين لمده عامين حسب اقتراح الحجي احمد، ونشوف. بعدين هي القضيه مو قضيه اموال. نادي الكويت هو طبعا اللي ما شاء الله الملاءة الماليه متوفره عنده. نعم. ويجيب اي محترف. نعم. فشل في تواجد اربع محترفين حتى هذه السعاده وبدلهم. إذن هي مو مادة، هي نوعية الاختيار. وبعدين من الآخر إن دورينا صراحة مو متحمل إنك تجيب محترفين في ذيك القيمة وفي ذاك المستوى. وبعدين لا تنسى المحترف هو من كيفه، المحترف الصجي ما يجي لدوري. وخالد أسمع رأيك على عجالة عشان انتهى الوقت عندي بهذه الجزئية. أنا طبعا أيد المحترفين، نوعية المحترفين نوعية زينة تكون، وبناء على قرار اتحاد آسيوي كم حدد لك كم لاعب؟ ثلاثة. ليش أجيب زيادة خمسة؟ خلاص خلينا نطبق ثلاثة عشان ما نظلم الفرق الثانية، القادسية ولا الكويت ولا العربي اللي يشاركون برا. هذه هم بعد تظلمها أنت، لما يجي نادي قطر ولا نادي إمارات ولا سعودي ولا هذا يلعب محترفين وهذا، وإحنا لاعب محليين. طبعا هم يفرق اللاعب السوبر، اللاعب الزين حق البطولة الآسيوية مو بطولة محلية. نعم. أجيب لي لاعب أفكر كبطولة، اللاعب هيفيدني بطولة آسيوية. كلام جميل. بس. كلام جميل. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، شكرا لضيوفي داخل الاستديو كابتن يوسف الفضلي يعطيك العافيه، تشرفت اليوم بلقائي معك حبيبي. عميد اللاعبين تشرفت بلقائي وياك كابتن شرف عبد الرحمن البناي. شرف لي والله، والله تشرفت فيكم بالكباتن. الله يطول عمرك، ومن زمان مو شايف محكم لي والله كابتن عايد من طيبك. اي والله اشكركم على الاستضافه. الله يعينك. اذا شايف في امور بعد ما نقدر انت عميد اللاعبين، عميد اللاعبين ومحكم لعايد، يعني كم عمره ما شاء الله ما نقدر. عميد اللاعبين محكم له مختار اللاعبين. الامور والصحه والعافيه. الله يعطيك العافيه دكتور ناصر، شكرا العافيه، شكرا على حضورك اليوم. انتم مغربين عن هذا المكان، محللين ودائما تتواجدون ويانا. نشوفكم حلقه باكر مشاهدينا الكرام من برنامج التيم 11. مع السلامه.